برحب بيكم وترند جديد من ترند نيو ستوري. مسلسل سر الباتع هو ترند مش من وقت عرضه في شهر رمضان، لا ده من وقت الإعلان عنه، لأنه بيجمع مجموعة كبيرة جدا من الفنانين، وكمان هو عودة لمخرج كبير زي خالد يوسف. ممكن يكون المسلسل واجه بعض الانتقادات، لكن بسبب أحداثه السريعة اللي بتدور بين عصرين مختلفين، بس هو محافظ كل يوم على وجوده في قائمة الترند. وبنرحب بالمخرج الكبير خالد يوسف اللي رجوعه كان بعمل قوي جدا من تأليفه وإخراجه. برحب بحضرتك. كل سنة حضرتك طيب. وانت طيبة. طبعا يا حضرتك كنت وحشنا، فنان كبير ومخرج كبير كنت وحشنا. ربنا يخليك، أشكرك. طبعا رجوعك بمسلسل سر الباتع، يعني المسلسل مختلف، يعني بيتكلم عن فترة الاحتلال الفرنسي وعن أحداث ثورة 25 يناير، فخلينا نتكلم عن فكرة المسلسل جات لحضرتك إزاي؟ هي الفكرة بتاعت الرواية من زمان، أنا شاري الرواية من سنة 2009، إن كانت عجباني الكونسبت بتاع الرواية أو الرسالة بتاع الرسالة اللي عملها الأستاذ يوسف إدريس. كان بيتكلم كده في المجمل، الكونسبت الأساسي فيها جملة واحدة بتتكلم عن إن تجمع إيرادات المصريين تجعل أجسادهم تفرز إكسيرا سحريا قادر على صنع المعجزات. يعني لما تتجمع إيرادات المصريين على شيء بيصنعوا معجزة دايما، وده أنا شفته بعيني وعشته في 25 يناير وفي 30 يونيو، وكلنا يعني عاصرناه، سواء يعني حكيا من أبهاتنا أو من أخواتنا الكبار في حرب أكتوبر، وكلنا شفناه عبر التاريخ. فالجملة دي صحيحة في يعني على المصريين بشكل كبير جدا، فحبيت أعبر عنها لأن أنا عشت المعجزة ديت سواء في 25 أو في 30، وعبرت عنها في المقاربة اللي حصلت بين العصرين، بين العصر الحديث والعصر الاحتلال الفرنسي. طيب المسلسل من تعريف حضرتك، هل في حضرتك شايف ان ده شيء مريح للمخرج ان هو يخرج عمل من تأليفه؟ والله انا معظم افلامي كانت من تأليفي يعني، او مشارك في تأليفها يعني، هي السينما بتاعتي واللي انا قدمته كله كان معظمه يا اما بنات افكار يا اما مشارك في رؤيته الدراميه، مش الاخراجيه طبعا، الاخراج بيبقى رؤيه، لكن الرؤيه الدراميه شيء والمعالجه الدراميه شيء برضه بيبقى مختلف شويه، بيسهل ايصال رؤيتك لما تكون انت شايف المسلسل من اول الكتابه، شايفه صوره، بيسهل اكيد غير ما تكون واخد سيناريو جاهز ما انتش مشارك في رؤيته يعني الدراميه. طيب ايه سر اختيار بقى اكتر من 300 فنان في المشاركه في المسلسل؟ والله ابدا، هي جت كده يعني، كل ممثل كل دور عندي ادوار كتيره، وادوار كلها مهمه جدا حتى لو كانت صغيره قوي، فكل ممثل كل دور كنت بشوف له ممثل ما بعرضه عليه. ما كانش شيء مرهق على حضرتك يعني كتير قوي؟ لا خالص خالص، ما كانش مرهق، لان هي المنظومه ما بتبقى صحية، ما بيبقاش فيها إرهاق يعني، كله بيبقى زي بعض، وكلنا داخلين نتعاون عشان نعمل حاجة إحنا مقتنعين بيها، فلا حد داخل يقول أنا نجم أكتر من التاني، ولا في خلافات ما بين ممثلين حوالين أنا نجم ولا أنت اللي نجم، يعني ما فيش الروح دي خالص. كانت في روح صحية جدا، كله مقتنع برسالة المسلسل وبالدراما بتاعته وبالشخصية اللي هو بيقدمها، وكانت مباراة جميلة بين الممثلين في الأداء يعني. أنا أعتقد أن التمثيل في المسلسل من أعلى المستويات التمثيل في مصر يعني، هتلاقي كل الممثلين اللي موجودين في المسلسل، بقولها كده يعني من غير ما تعتبر يعني مجاملة ما اعتقدش ان في ممثل في المسلسل ده عمل دور في مسلسل اخر بين فيه مواهبه وبين فيه طاقته التمثيليه وموهبته ظهرت اكتر من المسلسل ده، لان انا بدي مساحات المسلسل دي حقيقه، ده اللي متعودين عليه فعلا يعني، المخرج الكبير خالد يوسف بيدي فعلا مساحات، بيوظف الشخصيات للممثلين فعلا، صح. فالحمد لله يعني كان اداء الممثلين كلهم سواء النجوم او اللي مش نجوم فوق الممتاز، وانا راضي جدا عن اداء الممثلين يعني فيه. طيب
خلينا نيجي بقى للانتقادات. يعني طبعا حضرتك اكيد سمعت ان في انتقادات كتيره جدا كانت حصلت يعني على المسلسل، وصرح الفنان حسين فهمي ان قال ان في تربص لخالد يوسف. هو حقيقي في تربص طبعا، لان خد بالك انه لما يبقى في مسلسل بيعمل مقاربه ما بين الاحتلال الفرنسي والاحتلال الاخواني، وبيتكلم على فكره انه دول الاحتلالين الوحيدين في تاريخ مصر اللي لم يستمروا غير سنوات قليله، وبيشرح ليه هم استمروا وما استمروش كتير. يعني عندنا الاحتلال الاستعمار عندنا في مصر بيعمر شويتين، يعني عندنا اقل احتلال ايوه احتلالنا كان الاحتلال الانجليزي 70 سنه، ايوه بعد كده بقى في الهكسوس 108 سنه، المماليك والعثمانيين قعدوا مئات السنين، البطالمه الفرس، يعني عندنا كل استعمار بيقعد عشرات وبل مئات السنين ساعات. الاحتلال الوحيد اللي قعد 3 سنين واللي قعد سنه كان الاحتلال الفرنسي والاحتلال الاخواني. فانا المقاربه هنا بقول ليه الاحتلالين دول بالذات هم اللي مشوا بسرعه كده، ايوه فعلا في ناس ما كانوا عمروش بيسألوا. عندنا. فالتحليل بيتكلم على فكره ان دول الاحتلالين الوحيدين اللي اقتربوا من الهويه الوطنيه، اللي اقتربوا من محاوله تغيير ملامح الدوله المصريه او ملامح الشخصيه المصريه. فمن طبيعي الامور لما يبقى في مسلسل بيقول هذه المقوله او بيكرس لهذه المقوله او بيحلل، فهتلاقي فيه طبعا راس الحربة في هذا الهجوم هتلاقيه جماعات الإخوان المسلمين والإسلام السياسي بشكل عام. زائد أنه لا أنكر طبعا أنه في بعض الناس اللي يعني تقدر تقوليهم تأثروا بحملة الاغتيال المعنوي اللي حصلت لي، وواخدين موقف يعتقدوا أنه هو موقف أخلاقي ضدي. فما كانش كلام في المسلسل نفسه في رأيي، يعني لأنه الحاجات اللي اتقالت في المسلسل كلها حاجات فيها يعني ظلم كبير جدا. يعني لما يتكلموا على ان الكومبارس كلهم ظاهرين اللي هم الفرنسيين، ايوه كنت لسه هقول لحضرتك في ناس قالوا لا مش شكلهم فرنسويين، مش صحيح. اللبس ما انا ما برضو كانش ما انا موفق. بقول لك مش صحيح، لان الحمله اللي بدات قبل ما المسلسل ينزل معتمده على التريلر اللي نزل اللي هي مقدمه المسلسل. طيب اللي شافوا بقى الشطاط دي جابوا الناس دي منين؟ لما انا ادقق بقى في الحكايه الاقي كل واحد جاب كادر من اللي فيه 1000 من المجاميع او 2000، وقعد يدخل زوم على كل صف عشان يطلع وينقي اللي شكلهم مش مصري. يعني مش صحيح. يعني اولا احنا ما عندناش في مصر، كان عندك في اليوم حوالي 2000 كومبارس، ما عندناش في مصر اصلا 2000 كومبارس اجنبي. احنا عندنا كتير 100 كومبارس، 100 اجنبي بيشتغلوا كومبارس في مصر. فوبالتالي اكيد طبعا ما جبتش ال 2000 كومبارس اجانب، لكن ما ظهرتش فيهم حد يظهر على الكاميرا شكله مصري، كلهم اللي ظاهرين شكلهم اجانب. لكن لما تيجي بقى في الخطوط الخلفيه تقعدي تشوفي معركه فيها 2000 بني ادم، تدخلي زوم عشان تجيبي شخص وتروحي عامله وتلاقي 4 اشخاص وتعمليهم في بوست، والبوست يفضل ينتشر ويقول ان كل المسلسل كله بهذا الشكل، دي فيها قصديه. يعني في ترصد فعلا. طبعا في ترصد لما بقى فيه، وبعدين في ناس بقى في فزلكه كتير، يعني الدعاء العلمي، يعني حد يطلع يقول لك انا خبير وما كانش فيه العجله الحرب اسمها ايه الكريتا. يعني كلام، يعني حتى لو انا مش قاري تاريخ انا قاري اكتر منه 20,000 مره في الفتره وفي غير الفتره. يعني لا طبعا العربيه كانت موجوده، الكريتا كانت موجوده، يعني وبالمنطق من غير ما اقرا اي حاجه، المصريين اللي اخترعوا العجله الحربيه ايام احمد من الاف السنين معقوله ما فكروش يحولوا فكره الحصان اللي بيجر عربيه ديت لحاجه يستخدموها في الحياه لمده الاف السنين، ومستنيين بس لما بعد نابليون ما يجي هو يكتشفوا الحكايه. يعني في كلام كده، واللي يقول لك لا ده العجله الحربيه دي العجله الكريتا العجل بتاعها كاوتش، طبعا العجل مش كاوتش، العجل باين زي الشمس انه خشب. ايوه مركزين قوي. طيب عايزين نعرف راي حضرتك بقى في انتقاد الموسيقار راجح داوود. لا انا ما فيش اصلا ازمه بيني وبين الموسيقار راجح داوود، وانا مش متضايق خالص على الاطلاق في البيان اللي طلعه، وهو الراجل قال الحقيقه. قال انه يعني كان حابب يوضح للناس ان في تيمات موسيقيه مش بتاعته، حتى لا ينسب ليه شغل مش بتاعه. فالبيان بتاعه ما ازعجنيش خالص،
ومفيش أدنى مشكلة. يعني المزيكا التصويرية هي رؤية المخرج في النهاية، عايز يحط التيمة دي هنا ولا ما يحطهاش، يحط تيمة موسيقى عالمية ولا يحط التيمة اللي جابها له الموسيقار، هو حر يعمل اللي هو عايزه. الناس لها فقط إنها تقول المزيكا كانت ملائمة، كانت يعني أضافت للجو النفسي للمشهد ولا بوظت المشهد. الناس من حقها تقول كده، والنقاد من حقهم يعجبهم والمشاهدين أو ما يعجبهمش، لكن مش من حقهم يقولوا لي تحط أنهي مزيكا. السينما المصرية قعدت تحط مزيكا عالمية لغاية الخمسينات، ما كانوش بيعملوا مزيكا تصويرية مخصوص للأفلام، ودايما كانوا يعلقوا والله نجح المخرج في توظيف هذه المزيكا ولا لأ. فأنا لما جات لي المزيكا، أنا عندي مسلسل 16 ساعة ونص، في مشاهد ما لقيتش في المزيكا بتاع الأستاذ راجح تيمات مناسبة ليها. طيب عايزين نعرف رأي حضرتك في تجربة الإخراج الدرامي. مرهقة جدا، خاصة لما أكتر تكون من السينما؟ طبعا لطولها، لطولها فقط لطولها. يعني هي نفس يعني لما تكون داخل تعمل مسلسل وبتعمل فيه نفس الجهد اللي بتعمله فيه فيلم، فأكيد طبعا يبقى أنت بتعمل 5 6 أفلام في المسلسل الواحد، وبالتالي ومتواصل بقى، ما بتاخدش بريك، بالتالي مرهقه جدا. عشان كده من ضمن الترصد برضه ان انا قلت ان انا ارهقت جدا ومش هعمل في نفسي كده تاني، ان انا اعمل في 6 شهور حاجه ممكن كانت المفروض تتعمل في 2 سنين. طلعوا قال لك ده خالد يوسف بيعتزل الدراما، يعني كل حاجه فيها ترصد. يعني بجد مسلسل اكتر من رائع. مفيش مفاجآت طيب الحلقات الجايه؟ في مفاجأة كده؟ لا في مفاجآت كتير مفاجآت كتير يعني. هننتظر يعني بإذن الله. المخرج الكبير خالد يوسف، بشكر حضرتك جدا. أشكرك فندم. شكرا لك. خلص ترند النهارده، لكن لسه عندنا ترندز كتيره وستوريز مش بتخلص. اشوفكم تاني وسلام.